Bonjour cher manager, مرحبا بكم في الفيديو الثانية اللي غادي نهضروا فيها على البرونش ديال الماناجمنت انترناسيونال. في الابيزود الاولى هضرنا على البرونش علاش كتقرا شنو هو الهدف من الماناجمنت انترناسيونال وعلاش خصنا نركزوا في الماناجمنت انترناسيونال. في هذا الابيزود هذه كيف ما كتشوفوا في لو تيتر ديالها لي موديول ديال اي 5 ما نديرش اي 6 حتى هما حتى نساليو هذا السيمستر هذا عاد ندير لكم حلقه اخرى على لي موديول ديال اي 6. الا جيت نجمعهم بجوج غتكون الفيديو طويله بزاف دونك اللهم دابا نهضروا على اي 5 حتى نساليو ونهضروا على الاي 6. دونك نبداو في الشرح ديالنا. دونك نبداو لو باساج من اس 3 لاي 5 الموديول اللي فاليدينا في اس 3 شنو هو المقابل ديالو في اي 5. نبداو باول موديول في اس 3 اللي هو ليكونومي مونيتير اي فينونسيير كيقابلوا الموديول ديال فينونسمون اي بايمون انترناسيونال. دونك الى فاليدي ليكونومي مونيتير غتقرا الفينونسمون اي بايمون انترناسيونال. دونك فاليديتي البروبليم ايكو اي سوسيو غادي نقراو لا لوجيستيك اي ماناجمنت دي زوبيراسيون على انترناسيونال. Sinon, la validité comptabilité analytique, la gestion financière et fiscalité, marketing de base qui est la gestion de ressources humaines et management interculturel, l'échantillonnage et l'estimation, l'informatique de gestion, et finalement, il a validité l'introduction à l'étude de droit, la géopolitique et droit de commerce international. Donc, généralement, il y a des modules qui sont en S5, les radiens de S5. دونك غندوزو دابا غنشوفو كل موديول اشنو كنقراو فيه وعلاش خصنا نركزو وكيفاش كندوزو الامتحان. دونك غنبداو باول موديول اللي هو الفينونسمون اي بايمون انترناسيونال. دونك هذا الموديول هذا كتقريب استاذ قمر كيف كنشوفو لو تيتر عندنا دو بارتي عندنا فينونسمون اي بايمون. دونك كيف كتشوفو فينونسمون اي بايمون وعندنا لاديكتيف اللي هو انترناسيونال. دونك عندنا فينونسمون ان انترناسيونال اي بايمون ان انترناسيونال. دونك هنا خصنا نركزو على واحد الحاجه بعدا هي الاولى. دونك واحد دو برانسيب اونتر بارونتيز خصنا ديما تفكروا في هذا الموديول هذا. دونك ملي كتكون عندنا اوبيراسيون سوا امبورطاسيون ولا اكسبورطاسيون لامبورطاسيون هنايا في هذا الموديول هذا هي الفينونسمون والاكسبورطاسيون هي البايمون. دونك ملي كتكون عندنا اوبيراسيون دامبورطاسيون وديكسبورطاسيون خصنا نربطو في بالنا نديرو في بالنا جوج الحوايج لا ديستونس و لو ديلي. لا ديستونس ما بين الفوندور و لاشتور و لو ديلي دو ريغلومون ولا دو ليفريزون. هاد جوج ديال لي زيليمون كل ما كانوا كبار كيبان عندنا واحد ليليمون جديد اللي هو لو ريسك. دونك كل ما كانت لا ديستانس كبيره او لو ديلي دو ريغلومون ولا دو ليفريزون كبير كيكون عندنا لو ريسك كبير. دونك خصنا نردو بالنا من لي ريسك. دونك اول شابيتر غنشوفو في هذا الموديول هذا اللي هما لي ريسك. كاين عندنا ربعه ديال لي ريسك غنتريتيوهم في ليزيبيزود في السيري متخصصه بالموديول ديال فينونسمون اي بايمون انترناسيونال. دونك عندنا لي ريسك في الشابيتر الاول غنقراو لي ريسك. الشابيتر الثاني غنقراو لي موايان دو فينونسمون فاش غتكون عندنا اوبيراسيون دامبورطاسيون خصنا نشوفو هذيك لامبورطاسيون هذاك الشيء اللي غنشريو باش غادي نفينونسيو. دونك غنشوفو عندنا بزاف ديال لي موايان دو فينونسمون خصنا نختارو لو موايان لو بلو كونفونابل ا لونتربريز لا سيتياسيون ديال لونتربريز اللي عندنا. سينون في لو موايان دو في لي موايان دو بايمون عندنا كنقولو ليكسبورطاسيون يعني السلعه ديالنا غنخرجوها. دونك هنايا غادي نهضرو غنختارو لو موايان باغمي بليزيوغ حيت عندنا ستة ديال لي موايان دو بايمون غنختارو واحد اللي هو غيكون كونفونابل. كيفاش كونفونابل؟ يعني كيمكننا اننا هاد لو موايان كيمكننا اننا ناسيوريو لوبيراسيون ديالنا ناشوفيوها ونمينيميزيو لي ريسك ما نخافوش على راسنا. دونك هما لي ريسك اكزيست سوا في الكوتي فينونسمون سوا في الكوتي بايمون. داكشي علاش حنا خصنا نختارو ان موايان لانه كيمكننا اننا نقسم لي ريسك. ندوزو للموديول الثاني. دونك او بلوتو قبل ما ندوزو للموديول الثاني غنشوفو الامتحان كيفاش كيدوز. دونك الامتحان فيه ساعتين كيتنوط على 20 كتعطينا واحد لوكا. هاد لوكا اشنو فيه؟ كتعطينا واحد لونتربريز بغات دير سوا امبورطاسيون سوا اكسبورطاسيون يعني سوا خاصها تختار وحنا خاصنا نعاونوها وتقدر تعطينا غاديرهم بجوج غادير فينونسمون وغادير امبورطاسيون وغادير اكسبورطاسيون. دونك في كاع لي كاد فيغور اشنو خصنا نديرو؟ في لو كوتي ديال الفينونسمون خصنا حنايا نختارو ان موايان دو فينونسمون المناسب لهاد الشركه هادي حيت حنا المطلوب منا هو اننا نعاونوها باش تاخذ لا ديسيزيون ديالها. وباش غنعاونوها حنايا في داك لو تيكست اللي تكون معطي لنا فيه بزاف ديال لي زانديكاتور فيه بزاف ديال لي دوني اللي غادي يعاونونا باش اننا نختارو لو موايان لو بلو كونفونابل المناسب الاكثر مناسب بشكل كبير. حيت ماشي حيت يقدر نطيحو في واحد لا سيتياسيون تاع اننا عندنا دو و 3 موايان اللي مناسبين لا سيتياسيون ديالنا لونتربريز ديالنا ولكن غير واحد فيهم هو اللي خدام ما غنخدموهمش بثلاثه ولا ما خصنا نختاروا هذاك اللي خدام اللي خدام لينا. لا ميم شوز بور لي موايان دو بايمون في ليكسبورطاسيون باسكو عندنا لا بارتي ديال ليكسبورطاسيون خصنا نختاروا لو موايان دو بايمون المناسب للشركه
وهذا الشيء ملي غنجيبوه غنجيبوه من لي دوني ديال ليكزارسيس من لو تيكست اللي غيكون عندنا. دونك ردوا البال لي دوني وردوا البال لي زيكسبريسيون اللي تكونوا معطينا في لو تيكست باش نعرفوا شنو هو لو موان اللي خصنا نختاروا. حيت يقدر يبان لينا ان موان مناسب لينا ولكن في الحقيقه راه واحد اخر اللي مناسب ولكن احنا ما قلبناش مزيان في لي دوني. دونك وهنايا في هذا الموجود هذا كيوقع بزاف ديال المشكل لي زيتيديون كيقول لك لا درت ودرت ودرت وما فاليديتش. المهم حنا غنتراتيو هذا الشيء غنشوفوا بزاف ديال لي زيتيد دو ديال لي زيتيد دو كا غنخدموا عليهم من بعد حتى نساليو لو كور ديالنا عاد نخدموا عليهم. دونك دوزو الموجود الثاني دابا اللي هو لوجيستيك اي ماناجمنت دي زوبيراسيون انترناسيونال. هذا الموجود هذا كيقريه الاستاذ ملهم فيه دو بارتي. فيه لا بارتي ديال الكور اللي غنقراو فيها لا فونكسيون دو لا لوجيستيك او سان دو لونتربريز يعني ليوتيليتي ديال لا فونكسيون دو لا لوجيستيك شنو هو الدور ديال لا لوجيستيك في الشركه ديالنا. و لا بارتي الثانيه اللي هما غنقراو دي زارتيكل غتقراو بلوتو دي زارتيكل. هاد دي زارتيكل هذا ما بين 4 حتى 6 ديال لي زارتيكل كل سيونس غتقراو فيها ارتيكل. والامتحان دونك كاين بزاف ديال لي زارتيكل كاين سيكتور ايرونوتيك كاين لا لوجيستيك اوربان كاين ديتيرمينون ديال لي ساتيسفاكسيون كليون كاين ساتيسفاكسيون كليون بوحدها. المهم كاين بزاف ديال لي زارتيكل اللي غادي تشوفو مع البروف. الامتحان كيفاش كيدوز؟ الامتحان كيدوز في ساعتين على 20 نقطه. البارتي الاولى اللي هي بارتي ديال لي زارتيكل كتكون نوتي على غالبا على 12 نقطه ما بين 10 حتى 12 نقطه. دونك كيعطيكم ارتيكل باغمي هذوك اللي قراكم في الكور كيعطيكم ارتيكل وكتاناليزيو كديروا ديسيرتاسيون. سينون لا بارتي ديال الكور اللي شفتوا فيها بزاف ديال لي زيليمون بحال دابا مثلا غتشوفوا فيها ليكسترناليزاسيون مثلا غتشوفوا غتشوفوا لو رول ديال لا لوجيستيك في لا سوسيتي غتشوفوا سوبلي تشين وتشوفوا سوبلي تشين مانجمنت حتى هي والفرق بيناتهم. دونك غتشوفوا بزاف ديال لي زيليمون في الكور وغيحط لكم اليمون واحد كيستيون ولا جوج في بارتي ديال الكور غتكون نوطي على 8 غالبا كتكون على 8 نقط حيت اذا كان الارتيكل على 12 هذاك الاخر غتكون على 8 باش تعطينا 20 نقطه. دونك ندوزو للموجول الثالث اللي هو جيستيون فينانسيير اي فيسكاليتي. هذا الموجول هذا كيف قلنا في ليبيزود الاولى فيه دو ماتيير جيستيون فينانسيير اي لا فيسكاليتي. دونك لا جيستيون فينانسيير غادي يقريها لكم الاستاذ ايت سليمان غيكون فيها 4 ديال لي شابيتر. الاول هو البيزوان اون فوندرمون نورماتيف. الشابيتر الثاني اللي هما لي موداليتي دو فينانسمون. الشابيتر الثالث اللي هو شوا دانفيسيسمون. والشابيتر الرابع اللي هو البيدجي دو تريزوري. غير هو اونتر بارونتيز شوا دانفيسيسمون فيه ثلاثة ديال لي بارتي شوا دانفيسيسمون دون لافونيغ سيغتان دون لافونيغ انسيغتان اي دون لافونيغ انديتيرميني. وفي لو شابيتر ديال الموداليتي دو فينونسمون غادي نهضرو على غادي نقراو ديكوفير و ليسكونت كيفاش نحسبو ديكوفير وكيفاش نحسبو ليسكونت ونختارو اشنو هما باش غادي نخدمو حنايا واش نخدمو نفينونسيو راسنا بالليسكونت ولا بالديكوفير. Sinon, pour le budget de trésorerie, il est très important de faire un compte de Mouhamzien, Alash, Hint, Radhab, de Trof et 6, le contrôle de gestion. Donc, le contrôle de gestion, Radhab, le budget de trésorerie, neuf les tableaux, il y a le Fark Finkin, Alanakan Kemlo. Fach Kan Sabo tableau, il y a le budget de trésorerie, le contrôle de gestion. في الجيستيون فينانسيير كنحبسو عند البيدجي دو تريزوري هو الطابلو الاخراني. اما في الكونترول دو جيستيون كنكملو كنزيدو البيلون و السي بي سي. دونك خصنا نركزو مزيان على البيدجي دو تريزوري تاعو حتى الى ما فهمتوش راه غتلقاو مشكل في الاسيس. سينون في لا فيسكاليتي والامتحان كيحط لكم بروف بلوتو ايت سليمان كيحط لكم امتحان ديال ساعتين فيه دو بارتي. يا اما يعطيكم البيدجي دو تريزوري مع الموداليتي دو فينانسمون ولا يعطيكم شويه دانفيزمون مع البيزوان اون فوندرومون نورماتيف. حيت ديجا البيزوان اون فوندرومون نورماتيف اللي لي مع شويه دانفيزمون. كيفاش لي حيت في شويه دانفيزمون تيخصنا اوبليغاتوارمون يكون عندنا واحد لو بيزوان اون فون يكون عندنا ديجا البيزوان اون فوندرومون. دونك الا دي فوا كيعطيه لنا محسوب في لي دوني سينو خصنا حنا نحسبوه. دونك داكشي اش كيكونوا هاد جوج هاد لي دو بارتي كيكونوا لي مع بعضياتهم. ندوزو دابا لا فيسكاليتي. دونك لا فيسكاليتي مع استاذه ماجده. دونك فيها 3 شابيتر اللي غنشوفوا لا تي في في شابيتر الاول تي في شابيتر الثاني لامبو سير لو سوسيتي و شابيتر الثالث لامبو سور لي ريفوني. بالنسبه للامتحان كيكون تاهو فيه ساعتين نوتي على 20 وفيه ماجده كل خطره شنو كدير تقدر تعطيكم دو بارتي جوج ديال لي شابيتر ولكن جينيرالمون كدير 3 شابيتر في سيسيون اوردينير كدير 3 شابيتر في الامتحان. دونك تي في لي اس لي اخ. دونك ركزوا مزيان على هنا خصنا نركزوا مزيان على لي طو على بزاف ديال الحوايج غادي نشوفوهم في لا سيري ديال لا فيسكاليتي.
دونك وبطبيعه الحال باش نشوفوا لا نوت ديال هذا كيف ما شفنا في ليبيزود الاولى، لا نوت ديال الفيسكاليتي كنشدوا لا نوت ديال الفيسكاليتي كنزيدوها على لا نوت ديال جيستيون فينونسيير، وهما بجوجهم ديجا على 20 كنشدوهم حنا كنقسموهم على جوج باش يعطينا لا نوت ديال الموديول على 20. دونك ندوزو للموديول الرابع اللي هو جيستيون دو ريسورس هومين اي الماناجمنت انتركولتوريل. دونك هذا حتى هو فيه دو بارشي، فيه جيستيون دو ريسورس هومين وفيه الماناجمنت انتركولتوريل. نبداو بجيستيون دو ريسورس هومين اللي كيقراها الاستاذ فريد شوقي. دونك هاد لابارتي هادي كتكون غنقراو لا فونكسيون ديال ار اش، دونك لو رول ديال فونكسيون ار اش في لونتربريز. دونك اور دو بال كنقولو جيستيون دو ريسورس هومين ولا فونكسيون دو ريسورس هومين، ما كنقولوش لا فونكسيون دو جيستيون دو ريسورس هومين، دو بال راه غلط. دونك لا فونكسيون او سان دو لونتربريز، دونك او جيستيون دو ريسورس ressources humaines, il y a un département. Donc quand je fais la fonction de ressources humaines, le rôle de l'entreprise, quand je fais le recrutement, on va dire que la motivation, le recrutement, va dire dans l'ina elle a la qui fait elle a la fonction ressources humaines qui est bien n'a bien n'a aura n'a واحد le besoin en un zid واحد le poste zid. Donc ومني كنزيدو هذاك لو بوست شنو هما لو رول ولا ليميسيون اللي مطلوبين من هذاك البوست يديرها، من هذا الشيء كنحددوا لي كريتير لي كريتير ولا لي كومبيتونس اللي خصهم يكونوا في هذاك السيد ولا ديك السيده اللي غادي يخدم في هذاك لو بوست. من بعد كنحددوا هذوك لي كريتير كنلونسيو لوفر ديالنا، وكيجيو الناس لي كانديدا اللي متوفرين فيهم هذوك الشروط كيدوزو لونتروتيان عندنا. ملي كيدوزو لونتروتيان كنختاروا المناسب الانسب فيهم وكنديروا الركروتمون. دونك لا بارتي تالتا اللي هي الموتيفاسيون، لا موتيفاسيون هذه متعلقه بالناس اللي خدامين عندنا، كيفاش اننا نموتيفيو البيرسونيل وسط الشركه اللي خدام وسط الشركه باش ان لا بيرفورمانس ديالو تكون كبيره. كل ما كانت ليفيكاسيتي ولا بيرفورمانس ديالو كبيره هذا غادي ياثر بشكل ايجابي على الشركه. دونك لو روندمون ديالو خصو يكون مزيان باش الشركه تخدم مزيان. دونك حنا خصنا نموتيفيوهم، ماشي ديما غنموتيفيوهم بالفلوس، ولكن كاينين بزاف ديال الحوايج اللي كنموتيفيو بهم البيرسونيل غادي نشوفهم غادي تقراهم في الكور. دونك لا بارتي الثانيه اللي هي الماناجمنت انتركولتوريل كيقرا الاستاذ المسعودي. دونك هنايا كنشوفوا الانتراكسيون ولا كنشوفوا لي زيفي ديال ليكزيستونس دو بليزيور كولتور او سان دون سول اورغانيزاسيون ولا دون سول فيليال. حيت تقدر جينيرالمون دونك عندنا ليكزيستونس دو بليزيور كولتور دون ان ميم اسباس دو ترافاي، دونك في نفس الشركه في نفس الفيليال في نفس لوزين مثلا عندنا بزاف ديال لي كولتور، واحد من المغرب واحد من الجزائر واحد من الجابون واحد من الامريكان. دونك كل ولا كولتور ديالو كل كيقلب انه يميل لا كولتور ديالو هي الكبيره وانا لا كولتور ديالو هي اللي دوميني. دونك هنا كيخلق لنا واحد الصراع ما بين الثقافات. دونك هذا الصراع هذا الا كان عندنا صراع دونك الخدمه ما غاتمشاش مزيان. دونك حنا خصنا الماناجمنت اللي غيجري لنا هاد لا ديفيرسيتي كولتوريل وياسري لنا الخدمه ديالنا. دونك غادي نشوفوا لا ديفيرسيتي كولتوريل، غادي نشوفوا لي كونفلي كولتوريل، وغادي نشوفوا لا كومونيكاسيون كولتوريل. وقبل ما ندوزو لا ديفيرسيتي كولتوريل غادي نشوفوا لو باساج من اون انتربريز ناسيونال ولا لوكال ولا ريجيونال لون انتربريز انترناسيونال. كيفاش؟ دونك اون انتربريز كتاكزيرسي لاكتيفيتي ديالها في الدوله ديالها في وسط البلاد ديالها، بحال دابا شركه مغربيه كتخدم غير في المغرب، كنشوفوا لو باساج ديالها من المغرب حتى كتولي كتاسوري لاكتيفيتي ديالها في العالم، وغنشوفوا لي ستاد ديال هاد ديال الانترناسيوناليزاسيون. دونك ردوا البال مزيان باش خاصكم تفهموا بزاف ديال لي كونسيبت. دونك هنايا هذا الموجود هذا لا كولتور هي المهمه. دونك بالنسبه للامتحان هذا كا اكسبسيونيل، دونك هنايا كيشد البروف لي بروف بجوج كيتجمعوا بجوج في امتحان واحد وكيكون فيه ساعتين ونوطي على 20. دونك امتحان واحد فيه السوجي الاول اللي هو جيستيون دو ريسورس هيومين على 10 النقاط، والسوجي الثاني اللي هو الماناجمنت انتركولتوريل على 10 النقاط، وبروف واحد اللي كيصح لك ورقتك. دونك يقدر ورقتك يصح لك الاستاذ المسعودي، ويقدر ورقتك يصح لك الاستاذ فريد شوقي. دونك اللي صح لك كيصح لك لي سوجي بجوج فريد شوقي واخا كيقرا جيستيون دو ريسورس هيومين، وراه كيصح لك جيستيون دو ريسورس هيومين وكيصح لك الماناجمنت انتركولتوريل وكينوطي لك الامتحان كامل. ماشي فريد شوقي كيصحح جيستيون دو ريسورس هيومين وكيعطي الورقه للمسعودي كيصح الماناجمنت انتركولتوريل، لا كيقسموا الورق على جوج. هذا كيصح لي بارتي ديالو بجوج، لا بارتي الاولى والبارتي الثانيه، وهذا كيصح البارتي الاولى والبارتي الثانيه، وكاين كيعطيك نوت ديالك على 20. بقى لنا الموديول ديال لانفورماتيك دو جيستيون حتى هو، هذا كيقراه لكم الاستاذ المازوردي. دونك غتشوفوا فيه 3 شابيتر، غتقراو الوورد
كيفاش نخدموا بالوورد، هذا ما غاديش يتعلق معكم فيه بزاف، غتشوفوا غيقر لكم غير كيفاش تكتبوا واحد الدوكيومون اللي هو طويل بزاف، بيسكو انتم عندكم البروجي فان ديتود في الاسيس خصكم تطابيوه، دونك وهذا كيكون مينيموم واحد 40 باج، دونك غيوريكم دي تكنيك اللي غيسهلوا عليكم الماموريه، بحال مثلا كيفاش دير طابل ماتيغ اوتوماتيك، كيفاش تنيميروتي لي باج، كيفاش دير تابليكي ان ستيل على كيفاش تصاوب لي تيتر ديالك اوتوماتيك، دونك ما تبقاش انت تكتب وتموديفي كل تيتر بوحدو، خصك ترجع تعقل على هذا، دونك لا كلاسيفيكاسيون ديال لي تيتر، كيفاش تقاد دو باج دو غارد، بزاف ديال الحوايج اللي غينفعوكم في الميموار ديالكم باش تقادو الميموار. لا بارتي الثانيه الشابيتر الثاني اللي هو الاكسل، هنايا غادي تشوفوا غتعلموا اكسل، غتعلموا طابلو كيفاش تخدموا بطابلو كروزي ديناميك وتخدموا بالسولفر، دونك طابلو كروزي ديناميك فاش كنبغيو نديرو دي ستاتيستيك ولا نصاوبوا احصاءات ولا نكلاسيفيو واحد المعطيات فيهم اكثر من فاريابل وحده، حنا طابلو كروزي ديناميك، دونك كروزي فيه او مينيموم تيكون فيه دو فاريابل، دونك تقدر تخدمو بدو فاريابل او تخدمو بتخوا فاريابل، دونك وانطلاقا من هاد الطابلو هذا كيفاش نصاوبو ميبيانات، ميبيان سوا بالاعمده ولا دي بورسونتاج، المهم ونخرجو لي بورسونتاج حتى هما، هادشي اللي غتخدمو في طابلو كروزي ديناميك. سينون في سولفر غتخدمو غتكون عندكم واحد لا ميسيون ان رياليزي، تكون عندكم واحد الهدف واحد لوبجيكتيف اللي خصكم توصلو ليه، وكيكون عندكم دي كونديسيون ولا دي ريسورس، ولكن كيكون عندكم دي كونترينت، يعني هذوك لي ريسورس اللي عندك ما كاينين شروط انك باش تستعملهم، وهذوك الشروط خصك تحترم هذوك الشروط باش توصل اون فان كونت باش توصل لهذاك الهدف اللي بغيتي، هاد اللوجيسيال هذا ولا هاد لوتي هذا كيمكننا اننا نختارو دي كونتيتي راسيونيل باش نوصلو لوبجيكتيف ديالنا. كاين الشابيتر الثالث اللي هو لاكسيس، وبيناتنا هاد لاكسيس هذا هو صعيب شويه، ما تبقاوش معتمدين غير على الكور، اش غتشوف في الكور قراو في الكور، تبعوا مزيان في الكور وسيروا قلبوا في الانترنت في يوتيوب، فهموا تقلبوا داكشي اللي قريتو في الكور تعمقوا فيه في اليوتيوب، علاش حنت البروف هذا لاكسيس ديجا صعيب والبروف كيركز عليه في الامتحان بزاف، يقدر يعطي عليه حتى 10 نقاط ولا حتى 12 نقطه في الامتحان غير على لاكسيس، اما الوورد والاكسل راه غيعطيكم 4 4 النقاط ولا 4 في الوورد و6 في الاكسل على حساب، دونك ركزوا مزيان على لاكسيس هو صعيب، سينو راه الوورد والاكسل راه ساهل، يسوفي كو انكم تخدموا مع البروف وتتبعوا مع البروف وتنوطيو كاع داك لي زيتاب اللي تعطيكم واللي تعطيكم وراه هادشي كافي، اما لاكسيس راه ما كافيكمش البروف، دونك قلبوا على راسكم حيت صعيب ومطلوب بزاف، حيت صعيب ومطلوب بزاف في الامتحان، تعطى عليه بزاف ديال لي كيسيون في الامتحان. بقى لينا اخر موجود اللي هو جيوبوليتيك ودروات كوميرس انترناسيونال، دونك هذا فيه جوج ديال لي موجود، فيه جيوبوليتيك غيقرا لكم الاستاذ صفار، وفيه دروات كوميرس انترناسيونال. جيوبوليتيك فيه 4 ديال لي شابيتر، دونك جينيرالمون اشنو غادي في الامتحان كيفاش غادي دوز، دونك الامتحان غادي دوزو ديسيرتاسيون، غيعطيكم واحد بروبليماتيك نتوما غديروا عليها واحد لاناليز، دونك اشنو هي البروبليماتيك اللي غادي تعطي، دونك جينيرالمون شنو غنشوفوا هاد الجيوبوليتيك، دونك الجيوبوليتيك فيها دو بارتي كيتقسم على جوج، فيها جيو وبوليتيك، جيوغرافي والبوليتيك، دونك جيوغرافي غنقراو داكشي تاع الجغرافيا، المهم الدراسات الجغرافيه ما غتعمقوش بداكشي الجغرافيا اللي كنا شفنا في الكوليج والليسي، لكن المهم والبوليتيك غنشوفوا السياسه، ولكن ماشي السياسه ديال بصح، الاختصار ديال هاد الموجود هذا غنشوفوا علاقه الدول، لي غولاسيون انتر ايتا وكيفاش كيأثروا لنا على لا كارت مونديال، على الخريطة ديال العالم، دونك انطلاقا من الموارد الطبيعية ولا بصيغة أخرى بلوتو، غادي نشوفوا التأثير ديال الموارد الطبيعية ولا التأثير ديال الوجود ديال الموارد الطبيعية في العلاقات بين الدول، دونك في الشابيتر الرابع بلوتو غتلقاو غنهضروا على كاين لو بترول وكاين لاليمونتاسيون، دونك هادو ثلاثة ديال الموارد كاين موجودين في الطبيعة، وهادو كيأثروا لنا على العلاقات بين الدول، حيث أن الدول كلها كتصارع ولا كدابز باش أنها دوميني هادو بثلاثة لي غوسوكس هادو بثلاثة، دونك إلا كان عندنا أن مونك في وحدة من هاد لي غوسوكس، دونك الدولة اللي كتملك أكبر غيزيرف هي اللي كدوميني العالم، دونك وعقلوا على واحد البرانسيب هنايا غتقراو في جيوبوليتيك بزاف اللي هو برانسيب امي انمي، كيفاش امي انمي، يعني مثلا كل دولة عندها دي زامي ديالها ودي زينمي ديالها، دونك الا بغيتي تكون انت امي ديالها خصك تحترم لي زامي ديالها وتصاحب مع لي زامي ديالها
وخاصة مع لي زيني بحال دابا مثلا المغرب. المغرب كيعتبر فرنسا كدولة صديقة، دونك خاص خاص المغرب يتصاحب مع الدول الأصدقاء ديال الدول الصديقة ديال فرنسا ويتخاصم مع الدول الأعداء ديال فرنسا. لا ميم شوز، فرنسا خاصها تصاحب مع الدول الصديقة ديال المغرب وتتعادى وتخاصم مع الأعداء ديال المغرب. دونك هنا باش نكونوا باش يكونوا بجوج بيناتهم صحاب، سينو ما يمكنش تكون انت صاحبي و ميم طون صاحب مع عدويا. كاين موديول ديال دروا دو كوميرس انترناسيونال، دونك دروا دو كوميرس انترناسيونال غيقرا لكم الاستاذ الدوغاني، دونك هنايا ما غنقدرش نعطيكم معلومات صحيحه 100%. علاش؟ حيت الاستاذ الدوغاني يلاه اول عام قرا هذا الموديول هذا هو العام اللي داز، حيت كتقرا منه استاذ اخر وبجوجهم بجوجهم استعملوا كل واحد قرا بالطريقه ديالو. بحال دابا الاستاذ الدوغاني في امتحان كيقرا لكم في فاش كيجي يقرا لكم في لي سيونس كيقرا لكم على دي كلوز، كيشرح لكم في الاول دو كوميرس انترناسيونال وهذا، من بعد كيقرا لكم بزاف ديال لي كلوز مثلا، كيعطيكم بزاف ديال لي كلوز. دونك في هذا لوكا هذا وقع هذا المشكل هذا وهذا المشكل هذا بسبب هذه القضيه هذه وهذا وهذا الكلوز هذه. دونك الكلوز هي لي كلوز هما البنود اللي كيديروا في الكونترا في العقد. دونك الاستاذ الدوغاني غادي يجيكم كل سيونس يعطيكم كلوز وحده ولا جوج على حساب الوقت اللي تيشرحها لكم، خاصها تكون في الكونترا ديال الكوميرس انترناسيونال. دونك وفي الامتحان اشنو كدوزو؟ كيعطيكم واحد الكونترا، هو كيعطيكم كونترا ديجا مكتوبه فيها دي كلوز، كونترا ديال الكوميرس انترناسيونال فيها دي كلوز، ومن بعد كيعطيكم دي دوكيومون انكس. هاد لي دوكيومون كنرجعو ليهم حنا باش نفيريفيو هذاك الكونترا. هذا الكونترا حنا كنفيريفيو واش هذاك الكونترا صحيح ولا لا، كان نفاليديو لي زانفورماسيون في لي كونطرا مع دوك لي طابلو ولا مع دوك لي دوكيمون انكس. كنشوفو مثلا لي كونتيتي، لا كونتيتي اللي عندنا في الكونطرا كنفاليديوها مع ولي بري، وحتى السيري ولا لا كاليتي كنفاليديوها مع الدوكيمون اللي متعلق بلا كونتيتي وبلا كاليتي وبلو بري. كنشوفو لانكو تيرم كنفاليديو مع الدوكيمون اللي كيهضرنا على لانكو تيرم. كنشوفو مثلا لو ديلي ولا لو ديلي ولا الموان دو ليفريزون كنفاليديو مع الدوكيمون اللي كيهضرنا على هذه القضيه. دونك حنا داك الكونترا اي كنصحوها انطلاقا من دوك لي دوكيمون اللي عندنا. والامتحانات بجوج كدوزو كل واحد سيباري، كل واحد دو جيوبوليتيك بوحدو دو دروات كوميرس انترناسيونال بوحدو، وكل امتحان على 20 نقطه. دونك وصلنا لافان ديال الفيديو ديالنا. Je vous invite à partager la vidéo avec les gens qui ont regardé avec vous. Il y a quelque chose à mettre dans les commentaires pour que nous puissions répondre. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que vous puissiez les vidéos qui sont faites. Et activer les notifications pour que chaque fois que vous mettez une vidéo, vous allez avoir une notification pour que vous puissiez mettre une vidéo. Donc je vous souhaite le bon courage et nous vous retrouvons dans une vidéo.